نهاركم زين، اهلا وسهلا بكم الناس كل فين ما كنتوا، مرحبا بكم وشكرا على اختياركم قناه الحوار التونسي باش تابعونا في حلقه جديده من نهاركم فل ويكند. برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم، اللي تم العائله، تم تربيه الاطفال، كيف كيف زاده لي بون بلون الممتازين تلقاوهم معنا، والكوجينه البنينه والاطباق المميزه نلقاوهم كما العاده مع الشيف نتاعنا اللي يقولوا له صباح الخير نهارك زين. بخير عفيف، مرحبا شيف سيد. صافا لاباس. الوغ اليوم باش ندلوا المشاهدين نتاعنا، اليوم باش نعملوا بلا برينسيبال نتاعنا مزيان على الاخر وساهل، باش نعملوا بات فريش بالفرينه نتاع ليبيدور، باش نعملوا الرافيولي فرسي بالليبينار والريغوتا. حلو برشا، سهله الطريقه على الاخر والناس الكل تحبها. باش نعملوا اميز بوش، باش نعملوا فريكاسي بريباراسيون نتاع فانواز، ميني فريكاسي صغيرات نتاع عشيه، وباش نعملوا جاتو غولي. مادام عندنا لي بريباراسيون الكل نتاع فانواز، نجموا نشيخوا كعبه جاتو غولي مزيانه، نمسكيوها برشا ديزاستوس ساهلين على الاخر، بسامبل والبريباراسيون نتاعنا تسهلنا الخدمه على الاخر. تري بيان، قبل ما نبداو في التطيب نحب نحكي للساده المشاهدين على الجام اللي باش نخدموا بها اليوم. نحكيو على الجام سيلو من مارك تيم. الجام هذه نلقاو فيها اللي حاشتنا الكل في الكوجينه، فيها 5 كوش انتي اديزيف، يعني ما يلصقش بالكل وسهل التنظيف نتاعو. المانش نتاعو انتي شالور اي انتي ديرابون. السخانه تتوزع على الماكله الكل، تدوم معاكم سنين وسنين. سيرتيفي ايكو لابيل، وهذه حاجه ممتازه، ديسبونيبل في لي بازار وفي لي غوند سيرفاس الكل، تلقاوها اون فراك والا بار باتري، دو 5 7 والا 15 بيس. سيرفيس ابري فونت رياكتيف، اي حاجه تحبوا عليها تنجموا تتصلوا بهم على الرقم 96 30 00 00. تيم لا كاليتي كي دور. باش نبداو شيف. تو باش نبداو بالبريباراسيون تاع الفريكاسي نتاعنا، خاطر لازم ترتاح 30 مينوت. فوالا. دونك نذكركم بالنسبه للي بريباراسيون نتاع فانواز الكلهم، فانواز مسهل علينا الكوجينه نتاعنا والتطيب، عملت لنا جام كبيره برشا نتاع لي بريباراسيون كيما البريباراسيون نتاع الفريكاسي هذيا. المهم هو انكم تتبعوا الغوسيت بالضبط كيما مكتوبه وراء الباكو نتاع لي بريباراسيون، هكاك فوزاسيغ اللي هي باش تنجح لكم. هكا ولا شيء. اي ناجحه زاده 100%، زاده 100%. نحطوا البريباراسيون تاعنا ونحطوا الخميره انستونتاني مع بعضها. هذاك الحاجه الباهيه في لي بريباراسيون هذوما، لا تحط الخميره في الماء الدافي لا حتى شيء، كل مع بعض خلط بالشيء، خلط كل بالشيء مع بعض وهكا، وبعد تحط الماء تاعنا والزيت اللي مكتوب في الباكو كما كاتبين المكونات نتاع البريباراسيون تاعنا. نحطوا الخميره تاعنا. ان توكا اللي خادمينهم سي دي سبيسياليست، دونك يعرفوا بالضبط شنو يعملوا، هذيك علاش لي بريباراسيون هذوما ينجحوا سون فوت كي نتبعوا الغوسيت بالكدا. نحطوا الماء الدافي شوي اللي هو 220 مليلتر كما مكتوب في الباب، كما مكتوب. وباش نزيدوا الزيت قداش؟ 4 مغارف. 4 مغارف زيت. فوالا، هكا تكون لا بريباراسيون تاعنا حاضره. نخلطوا بشوي بشوي بيدينا ونلموا البات نتاعنا ونخليوها ترتاح لمدة 30 دقيقة عفيف. جست نلموها، يعني ما تستحقش عجنين ولا باش تقعد تعرك ولا حاجة ليا. سوفي انه الخميرة مشات في لي بريباراسيون الكل، سي بون ديجا، وسهلة في ساعة تتلم تلاحظوها. مش كيما تعمل فريكاسي وحدك في الدار. لي بريباراسيون سهلة على الاخر ديجا تتلم. هو كي باش تعملوا وحدك راهو ما غير بريباراسيون، يحب برشا عركين. عركين فوالا، يعطيك الصحة، هاك تعرفها أنت فاز. نعرف، ما وقت الكورونا عملتهم الكل. دونك جربت الفريكاسي العادي. حلو هكا شوي بشوي. تري بيان. هكا نكونوا لا بريباراسيون تاعنا حاضر. البات مصلي عني بيه في ساعه في ساعه، وليت منظرها اشاره. حطوا حاجه غطيها. اي نغطيوها بمنديله ولا سلوفان كما تحبوا. لمدة 30 دقيقة وتو الدنيا سخونة حتى 20 دقيقة به. شايف به ملا، نخليو العجينة ترتاح كما قلت ما بين 20 و 30 دقيقة. احنا دخلنا في الأجواء نتاع الصيف، دخلنا للأجواء نتاع الحرارة، ما نحبو نتأكدوا الويكاند هذا كيفاش باش يكون الطقس نتاعنا في الفقرة نتاع الميتيو.
رجعنا ديريكتومون الكوجينتنا مع الشيف سيد. دونك شايف الغافيولي توا باش نعملوا غافيولي ايوا حطيت باش نركز معاك على خاطر الحقيقه انا ما نعرفش نعملوا وسهل على وما عنديش ماكينه نتاع الغافيولي صحيت قلقال عندك القلقال عندنا باه حطيت الماء يغلي نتاعي شويه ملح شويه زيت كاينه باش نعملوا مقرونه عاديه اه خليه يغلي بالكدا وتو نحضروا ال 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 العجينه نتاع نجيبوا الفرينه نتاع ليبيدور نتاعنا أنا هي فارينة باش تاخذ الفارينة العادية باش تاخذ الفارينة العادية نذكركم وأنه لي فارين نتاع ليبيدور بخبرة 80 سنة مختارين أجود أنواع القمح باش نلقاو فارينة بجودة عالية فما الفارين بيتزا اللي تضمن لنا باتا بيتزا ناجحة فما الفارين جاتو اللي فيها الخميرة دونك تعطينا جاتو خفيف وميلو وفما الفارينة نتاع البقلاوة اللي الورقة نتاعها ما تقطعش بالكل احنا خذينا الفارينة العادية اللي هي زادة مصلي يعني بيه هي برك الله تشوف رطبه وبيضه اي باه نحطوا الفرينه نتاعنا هكا عفيف نحطوا شويه ملح قداش حطيت كونتيتي 250 غرام 250 غرام فوالا شويه ملح شويه ملح اي ندوروا على شيره الكل هكا وكابتين عظم كابتين عظم دو بريفيرونس يكونوا في تمبيراتور امبيونت مش من الفريجيدير ديريكت باش تعطينا لا تكستور مويلو نتاع الباط نتاعنا ونبدو نحركوا عفاف هكا بصبعنا بشوي بشوي هكا في العظم في الوسط ونبدو نلمو في الفرينه كل مره هكا ندخلوا شويه صوب صبعنا في الفرينه ونلمو بشوي بشوي هي هذه لا مش تحطها وتخلط مع بعض الكل لا بتريف بتريف هذيك علاش حفرت انت في الوسط بالضبط هذاك علاش ومن بعد في الاخر البقيه كل نلموه مع بعض ونبدو نعركوها شويه هذيا شويه هكا لمده دقيقتين سهله على الاخر هذه تكنيك شرطه لازمها كي شرط لازم معناها كي مش خلطتها كل مع بعضها مش باش تعطيني نفس الجمله في الاخر باش نزيدوها شويه زيت إذا ما تكون مكبوسه بالكدا عفاف ماك تعرف باش ما تحلناش من بعد في الماء وتسيب لنا الفارس نتاعنا فهمتني خاطر من بعد شنو سمتوها في الماء هي والفارس لا هكا بشوي. بيان. هكا هو ذاك شنو يلزمها؟ هذاك هو الرافيولي، من بعد الفارس هو اللي يحكم بعد. ايه. نتبعوا بشوي. لا البات تصورتها أصعب من هكايا. هذه لابات فريش نتاع المقرون. الرافيولي كانالوني كل شيء. نجم نعمل بها. نجم نعملوا لازانيا. لازانيا. كما تحب. كي يبدا عندك لامينوارك الماكينة الصغيرة هذيك إذا مش غالية تعمل سباغيتي وتعمل كل شيء. تخي بيان. لموها بشوي بشوي. لين تحصلوا على بات صفرة هكا غامقة هذيك لا ميلونج حلوة برشا حلوة برشا باهي أنا نحب نذكر السادة المشاهدين وأنه كوجينتنا المزيانة هذه اللي فيها دو فوغ دونك نتاع نيو ستار عندنا الفوغ انكاسترابل إلكتريك نيو ستار 76 لتر فيه 7 فونكسيون شالور تورنونت البويسونس نتاعو 2225 وات الفساد أنفير ميغوار ياسر مزيان البواني سيلفر لي بوتون إينوكس فيه مينوتري ديجيتال وفيه لومب نتاع الفوغ وعندنا الفور الاخر الالكتريك هو راه تقريبا ولينا كلنا في كوجينتنا لازم يبدا عندنا دو فوغ دونك هذا الفوغ الالكتريك الفونتيلي اللي باش نحكي عليه توا 70 لتر فيه 6 بروغرام الباب نتاعو دوبل فيغ دونك يقاوم السخانه فيه شالور تورنونت 1750 وات دو بويسونس وفيه لامب على الانتيريور فيه دو بلاتو لي غري اون اسيي انوكسيدابل ومتوفر في النوار ومتوفر زاده في الغري موقع يبدا عندنا الشوا يبدا عندنا دو فور كيما هكايا ويبدا باش تطيب برشا حاجات تستعمل فيهم الفور نجم نخدمهم الزوز مع بعضهم. اي باش تقعد تعجن برشا العجينه. جوست الفرينه ما عادش تظهر لنا كاو عفاف تولي كلها صفرة. اي ديجا انا كملت بريسك اقل من 30 ثانيه. يبسه شويه هكاك تجي. لازمها تكون يبسه. لازمها تكون يبسه. بالطبيعه. باش بعد كي نحطوا الفارس نتاعنا عفاف ونسمطوه في الماء. ايه؟ ما تتحلناش فهمت. داكوغ. فوالا ديجا هاي بدات تظهر. نكملوا. خليها ترتاح ولا تخدمها تيراك تمام؟ ترتاح شويه مده درجين ومن بعد نحضر انا الفارس نتاعو ترجع لي نرجع لكم بعد نخليو العجينه نتاعنا ترتاح ومن بعد نرجع ونشوفوا كيفاش باش نخدموا كعبات الغافيولي مع الشيف سيد واحنا باش نتعداو للفقره المواليه. كي نقولوا صيف وكي نقولوا سخانه اول حاجه تخطر على بالنا هي الوقايه من الشمس وهي استعمال الواقي من الشمس ليكرون سولير ولكن هوني باش تجي الحيره
على خاطر عندنا برشا شوا موجود سور لو مارشي، ولكن انا هو ليكرون المناسب ليا، انا هو اللي يتماشى معايا، انا هو اللي يعطيني النتائج اللي نستنى فيها، خاصة كي يكون عندي مشكلة من مشاكل اللي تعتبر مهمة برشا في الصيف وتقلق برشا الوجه اللي يعرق. انا هو ليكرون اللي ما يخليش وجهي يعرق، اللي ما يخليش وجهي يظهر يلمع والا يذوب ويسيح في الشمس، باش نعطيكم ان بون بلان هايل برشا. حبيت اليوم نعطيكم ان فغي تيموانياج الماركة التونسية، انعم ماركة تونسية هايلة برشا، نحكي على لا مارك بيو اللي العبيد برشا جربوها، برشا اصدقاء جربوها في الفيتامين سي وكانت نتيجة أكثر من رائعة، نحكي على بيو ناتور. بيو ناتور اليوم تقدم لنا إكران سولير بمواصفات عالمية، نلقاو فيه اللي لوجوا عليه الكل. تكستور فلويد، يتخدم فاسيلمون على الوجه، بروتكسيون اوبتيمال اس بي اف 50، هذا اللي نحبوا عليه كلنا في الصيف، اون تري بون هيدراتاسيون للوجه نتاعنا، ان افي بون مين، اي سورتو افي اكلاتون مزيان برشا. حاجة أخرى تنجم تكون من بين أولوياتنا في الصيف، بما أنه تكثر السهريات، تكثر الخرجات، يكثروا الفروحات والعروسات، وهي المظهر الخارجي للبشرة متاعنا، نحكي على التخلص من التجاعيد، التجاعيد اللي تمثل مشكلة كبيرة لبرشا ناس. شهادة أخرى حبيت نعطيها للثنائي هذية، نحكيه على سيروم أبسولوت كولاجين ونحكيه على سيروم إكسبريس ليفتينغ اللي نستعملوهم اون التيرنونس، مرة هذا ومرة الآخر. دونك نحطوا سيروم الكولاجين في الصباح كيما البرايمر وإلا في بلاصة البرايمر، يرتب لنا وجهنا ويخليه تخي ليس، دو تيل سورت من بعدو نجم نعمل ليكرون تاعي والا الفون دو تان، وهكا يرتحنا من مشكله كبيره نتاع القشور والا الخطوط الجويده اللي تكون موجوده وتظهر جينيرالمون في الكونتور دي زيو ولا تظهر زيده في الكونتور نتاع الفم. في نفس الوقت تنقص منهم بالكدا على المدى الطويل، على قد ما نستعمل على قد ما لي ريديول هذوما الجويدين باش يزيدوا ينقصوا، ومن بعد باش نتخلص منهم كي نواظب على الاستعمال المده طويلة. ونستعملوا الإكسبريس ليفتينغ أوكازيونيلمون قبل ما نمشي للسواغي، تبدا عندي سهرية مهمة، هاكا نجبد لو برودوي هذايا الإكسبريس ليفتينغ اللي يعطيني أن إفي ليفتينغ انستونتاني روعة مزيان برشا، وتشوفوه من أول استعمال. نتعداو توا مع بعضنا الفقرة فاميليا. يقولوا العقل السليم في الجسم السليم، هو مش مجرد كلام، ماهيش مجرد مقولة، ولكن هي حقيقة علمية أكدتها برشا دراسات وأثبتت، وأنه اللياقة البدنية عندها تأثير كبير برشا على الأداء المعرفي للشخص، على التركيز متاعو، على السلوك متاعو، وكيف كيف زيدة تقلل من أعراض برشا صعوبات وبرشا أمراض كما الاكتئاب وغيره. اليوم اخترنا في فاميليا باش نحكيو على أهمية الأنشطة البدنية، خاصة تحديدا اليوم عند الصغيرات، موضوع مهم برشا، وقتاش صغيري يبدا في الاكزرسيس، وقتاش يبدا في السبور، وبأنه سبور ينجم يبدا، برشا تفاصيل باش تشوفوه مع بعضنا. حاضرة معنا الأخصائية النفسية مدام كوثر بن خلف، صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك. من أين عمر ينجم ولدي ولا بنتي يبدا في اكتيفيتي فيزيك؟ بعد اذنك ساعه نحب جو بريسيز حاجه، احنا باش نحكيو على اكتيفيتي فيزيك مش نحكيو على الاكتيفيتي سبورتيف برك، خاطر الاكتيفيتي فيزيك اشمل بياسه من الاكتيفيتي سبورتيف. دونك صغير يخرج يلعب بسكليت ولا يخرج في الحومه يلعب، سي اون اكتيفيتي فيزيك. دونك لا ريبونس سي كو ما فماش اون ليميت للوقتاش الصغير ينجم يلعب، بالعكس العكس تماما، سي فورتمون انديكي باش يكون النمو نتاع الصغير متوازن.
تري بيان، معناها ملي يبدا صغير ويبدا يتحرك ويبدا ينشط من وقتها نبدا نشجع فيه وانه يكون عنده اكتيفيتي فيزيك. ابسوليومون، ودايوغ معناها فيزيولوجيكمون هو مؤهل باش يتحرك، اي ني با في بوغ معناها غيستي شاد البورتابلوات ولا ليزيكرون اكسيتيرا، دايوغ هذاك علاش احنا قاعدين نحكيو باش نحكيو توا. كنت باش نسالك انا السؤال هذا، قبل احنا جيلي واجيال اخرى تربينا الاكتيفيتي فيزيك هي من الحاجات اللي نعديو بها وقتنا واحنا صغار، نخرجوا نلعبوا في الحومه مع اولاد الجيران، واللعب كله ديزاكتيفيتي فيزيك، معناها من الكاري من الكره من الحبل كلها اكتيفيتي. توا ليه توا برشا صغار تلعب باللي تابليت، يلعبوا بجو الكترونيك، يتلموا في الصالون ولا بيت القعده مع مجموعه اخرى من صغار، دونك نتصور وانه ماشيه وتنقص كوميم الاكتيفيتي فيزيك. الاكتيفيتي فيزيك ماشيه وتنقص، اي لي تخوبل المالادي مونتال ماشيه وتكثر مالوغوزمون للاسف. شنو قاعدين نلاحظوا؟ قاعدين نلاحظوا فرط الحركه قاعد يكثر، قاعدين نلاحظوا الصعوبات المدرسيه، اي سي ايتونون يقول القايل شنو داخل الاكتيفيتي فيزيك في الصعوبات المدرسيه، خاطر اللي كي نفسروا انه الاكتيفيتي فيزيك باش تعطينا روتونتيسمون سور لونسومبل دو ديفلوبمون دو لونفون، بما فيه كما سيادتك كنت تقول النمو المعرفي، بما فيه التآزر الحسي الحركي، بما فيه لانتيغراسيون سوسيال، بما فيه النمو الحركي، النمو نتاع اللغه، دونك لابسونس نتاع الاكتيفيتي فيزيك اوتوماتيكمون يفا روتونتيغ على هذا الكل للاسف. فوالا دونك هوني مهم جدا، وانه اذا كان نلقاو الصغيرات للاسف توا تاثروا بهالطريقه الجديده هذه المود دو في جديد هذا، وانه احنا كاولياء نشجعوهم باش يعملوا اكتيفيتي فيزيك والا اكتيفيتي سبورتيف. كيفاش نختار باش نشجعوا الاكتيفيتي معينه؟ كيفاش نختار؟ اذا كان صغير ما عنده حتى بروبليم، تنحكيو بعد عن لي زانديكاسيون سبيسيفيك، وقتها شنو نقول؟ حاجه الاولى يلزم الصغير هو يختار الحاجه اللي ميل لها، الاكتيفيتي اللي ميل لها، والحاجه الثانيه ومهمه برشا على حسب ديسبونيبيليتي نتاع لي بارون، معناها ما نجمش انا نجي للولي يروح السته وسبعه نتاع العشاء نقول له برا هز ولدك اكتيفيتي سبورتيف مثلا من ثمانيه للتسعه، سي با فوزابل. دونك الحاجه الاولى الصغير وشنو يحب؟ بقينا عندنا دي زانديكاسيون، مثلا الصغار اللي عندهم صعوبات في الشخصيه نتاعهم، تيميديتي، انتروفيرسيون، اي ني با افيرمي، فوالا حشام، التأتأة، فهمت؟ هذوك ما ننصحوهم اكثر بليزاكتيفيتي لي سبور دو كومبا. الصغار مثلا اللي عندهم اشكال في الاندماج الاجتماعي، نحاولوا وقتها نختاروا لهم ديزاكتيفيتي سبورتيف اللي فيها احتكاك بالمجموعه. مثلا كرة، باسكيت، هوم، فوالا دي سبور ديكيب. الصغار مثلا اللي عندهم اشكال في فرط الحركه، الصغيرات اللي عندهم فرط الحركه عندهم موفي كونترول دو جيست، دونك ينجم يكون فما شويه عنف من غير ما يكون الصغير قاصد. دونك نختاروا له لهنا جينيرالمون دي زاكتيفيتي اللي يكونوا فيهم اون باراليل مع الصغيرات الاخرين. اش معناها؟ مثلا ناتاسيون، مثلا تنس، مثلا سيكليزم، قاعده فهمت به اللي ما فيهوش كونتاكت ديريكت مع الصغير، ولكن يكونوا مجموعه من الصغار يمارسوا في نفس الاكتيفيتي في فرد وقت. هذا هو. نجموا زاد نعطيو ليكزومبل نتاع الصغيرات اللي عندهم صعوبه باش يقبلوا النظم، باش يكونوا مثلا صغيرك اللي هي القوانين معناها. دونك لهنا نعاودوا زاد نرجعوا لسبور دو كومبا، على خاطر فيهم قوانين وفيهم ان كوتش اللي هو يحرص باش يطبقوا القوانين هذوكما. دونك لهنا اللي سامحني استاذه هذه تنجم ترجع لي بالنفع حتى في الدار، حتى داخل الدار كي يتعلم ساعات لي بارون على غالب، معناها ديما نقولها ونعاودها انو ني با بارون او لو دوفيان، ولكن السنين الاولى يصعب عليهم كيفاش باش يخلي ولده يتعلم الحدود والقوانين نتاع الدار اتسيتيرا. دونك لي سبور دو كومبا هذوما يعاونوا ياسر. تو تافي. ودايوغ معناها التربيه نتاع الصغير ماهيش معناها دور الاولياء برك، خاطر يبدا مع الاولياء، لكن يتواصل في المدرسه، يتواصل في الروضه، يتواصل في الحومه، يتواصل مع الجيران اتسيتيرا. دونك سو سخي بيان ان يكونوا لي ميم ميساج قاعدين يتعدلوا الصغير. دونك هكا فهمنا على المقاييس اللي باش نختاروا بها ونواجهوا بها اطفالنا نحو اكتيفيتي معينه. قداش المده المسموح بها نجموا نحدوا معناها الاكتيفيتي في النهار وانا يوم الاوقات المناسبين؟
باه نبدا بالاوقات المناسبين دو بريفيرونس نبعدوا على الاوقات اللي باش يشد فيهم الصغير فرشو باش يرقد ايتترا دونك نقولوا احنا في عقاب العشيه في الوقت هذاك نجموا نعملوا اكتيفيتي اما كما قلت نبعدوا على اوقات النوم على خاطر سينو الصغير باش يولي اكسيتي باش يولي ماشي يجي النوم سينو قداش ما فماش ليميت دونك صغير ونحكيو لهنا على سن ما قبل المدرسه بارتيكوليرمون خاطر الصغير كما قلت لك قبيله اللي في بوغ بوجي ما تنجمش الصغير تحط وتقول له لا ما تتحركش اذا كان باش تحطوا هكاك رانا باش نمشيو كونتر ناتور دونك لا ريبونس ا مون سونس يا با دو ليميت بالنسبه للصغير هذاك دونك تبعوا لو ريتم نتاع الصغير مادام هو مازال يحب يعمل الاكتيفيتي كامل يعمل ابسوليومون ابسوليومون كل صغير كيفاش باهي نحب نرجع للنقطة نتاع الصغيرات اللي مغرومين بالجو الكترونيك بالتليفونات بالتابلت بالوقت يولي عندهم خمول ما عادش يحبوا ما عادش يتحركوا حتى الحركة هذيك اللي هي العفوية نتاع العمر نتاعو تولي تنقص تولي تتنحى كيفاش بشوية أنا كولي نجم نشره باش يخرج باش يولي يعمل اكتيفيتي فيزيك ولا سبورتيف هو يبقى ديما الوقاية خير من العلاج احنا نجي ونتذكر ولادنا وقت اللي يولي عندنا إشكال خاصة في الفترة نتاع المراهقة لا ما عادش يحب يخرج من بيته شاد ديما البورتابل نتاعو اكسيتيرا دونك الحاجة الأولى ماذا بينا ندخلوا في الوقاية لاكتيفيتي سبورتيف اللي نيسيسار كو سو سوا بور لي زونفون بور لي زادولت بور لي زادوليسون الناس الكل باهي توا عندنا إشكال والصغير ما يحبش أنا الحقيقة ديما ننصح كو سو سوا لهذايا ولا لغيره هو اني ناخذ شويه صغير بالتبرويل اش معناها معناها كي مش تجي تنحي له التابلت من يده ولا تنحي له البورتابل من يده وتقول له ايجا باش نوليو في بغاد فيغ باش نوليو في الصياح والعياد دونك نحاولوا نشرهوا الصغير بطريقه غير مباشره ايجا عايش ولدي حاجتي بك باش تعمل معايا حاجه فلانيه ايجا عايش ولدي نمشي ونعمل تخليه يتحرك معاك انت حتى في حاجات نجموا نعملوا في الدار معناها لاكومبانيومون دونك لهنا اون فاكري اون ديفيرسيون الصغير يقعد مخه ما عادش مركز كان على البورتابل يولي ينتبه لحاجات اخرين اون اتوندون بشويه بشويه اون لانستال دون لابيتود جديده اللي هي لاكتيفيتي فيزيك تري بيان نختموا بحاجه بخلاف قاعات الرياضه ورياضات هذوما اللي كنا نحكيو فيهم فماشي دوتر اكتيفيتي اللي نجموا نقترحوهم للناس ينجموا يقترحوهم على صغارهم يعملوهم مع صغارهم في ديارهم في الديار ولا في الجنين ولا في أي. في لي بارك ولا على حافه البحر ايتترا فما دو بتي بروبليم بوزي بار لي بارون سوا يقول لك انا ما عنديش وقت ما عندي كاش نهار الفلاني ولا الوقت الفلاني اللي صارت كي خصص له مره في الجامعه يسمى به فوالا سوا يقول لك ما عنديش فلوس انا لساله هذوما الزوز نقولوا لهم راهو الاكتيفيتي فيزيك ماهيش مربوطه بقاعه كما كنت تقول ولا بساله ولا بنادي اتسيتيرا كل بلاصه صغير ينجم يتحرك فيها اي كومبخي الدار الجنينه نتاع الدار يعمل بسكليت يلعب مع خواته كل اكتيفيتي فيزيك تكون راهي ديما فيها فايده للصغير كما قلت قبيله احنا وقت اللي كنا صغار ما لعبناش بالحكايات هذوما كل لا ساليت لا حتى فوالا مي اون كري سا نوزا بوسي ا كري لي زوتي نتاعنا نلعبوا بهم حتى الزربوط راهو اللي احنا نقول لك علاش مي كوميم هذيك سي دو لا موتريسيتي في نتاع دونك القاعده هي اني وين عندنا امكانيه باش نتحركوا مع صغيراتنا ماذا بينا نتحركوا على خاطر هذيك هي الحاجه الصحيه للصغير وتمشي مع الريتم نتاعو. تري بيان يعطيك الصحه وهوني زاده كيف كيف نقولوا للاولياء الكل وانه ابحثوا في الحوامه نتاعكم احنا زاده تربينا بالنوادي وكان فما برشا النوادي اللي هما فيهم بوكو داكتيفيتي وفيهم برشا حاجات كسوا ثقافيه فنيه رياضيه قاعدين يرجعوا في بعض الحوام ولكن مش بالطريقه الكافيه اللوجو لازم نلقاو حاجه قريبه منا وما تتكلفش اكيد موجوده ودعوه منا زاده كيف كيف للسلطات وانهم يكثفونا ويرجعونا النوادي هذه مهمه ياسر راي في تربيه الاطفال نتاعنا شكرا لك مدام كوثر خلف الاخصائيه النفسيه على كل هذه التوضيحات احنا باش نخرجوا اشهار وراجعين ما تبعدوش مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيها